ما أزوق على حالكم انت وياه؟ بعد تخجلوا؟ يعني الحارة ناقصة بلاوي؟ لك قسما بالله هذا غليز تبع الطرطيرة في براسه عاد أكثر منك ومنه. شو بده يتعلموا من كل الأولاد؟ أنا ما بشوفكم عم تعملوا هيك غير الخناق والضرب والعنف. ليش ما عم تردوا؟ لك عيب، انتوا اخوة. تباوسوا لشوف. حاج شو كمان العاب؟ لا عم نزل برنامج مشان العاب. لك ماما بهي الطريقة رح تخسر عقلك وعيونك. هذا الاختراع اخترعوه مشان واحد يستغله بشي مفيد. أنا مفيد؟ مع الكمبيوتر كله صار قديم وبده تحديث. لك هلا ما خلصنا اقساطه. طيب أنا شو أعمل؟ صار متخلف. بعدين ما تجيبوا تليفون. بالناقص فاتورة يا فهيم. مو للحكي، مشان الانترنت. ايوه يعني فاتورة وكمان 1000 ليرة اشتراك. لا فهيم والله. ليش مو بابا صحفي؟ يطلع له تليفون ببلاش. بلعلك بلعلك، طفي هالكمبيوتر وقوم اشتري لي شامبو وصابون. اخوك بالحمام عم يستنى مقمقم حاله. يلا العمى على هالقصة. انترنت قال استنى لا بطلع من الحمام جاي انا. Thank you.